وسط تغييرات إجبارية كثيرة جدا خلال هذه المباراة، ووسط أو بأقل مجهود استطاع النادي الأهلي أن يفوز ويحصل على 3 نقاط في دوري أبطال إفريقيا في المجموعة، في هذه المجموعة الصعبة جدا الحقيقة، ويتأهل أو إن شاء الله يتأهل النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة القادمة كأول لهذه المجموعة. ألف مبروك، 3 نقاط هامة جدا استطاع النادي الأهلي أن يضيفها وسط زي ما قلت لحضراتكم تغييرات إجبارية في أول ربع ساعة. ألف مبروك يا كابتن فتحي.